السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرف في فيديو النهاردة عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10/6/2024. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. بالنسبة لسعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، هنبدأ أول حاجة ببنك قناة السويس. الشراء 47 جنيه 54 قرش، البيع 47 جنيه 64 قرش. في بنك المصرف المتحد الشراء 47 جنيه 58 قرش، البيع 47 جنيه 68 قرش. بنك الأهلي المصري الشراء 47 جنيه 48 قرش، البيع 47 جنيه 64 قرش. في بنك مصر الشراء 47 جنيه 54 قرش، البيع 47 جنيه 64 قرش. في البنك التجاري الدولي CIB الشراء 47 جنيه 54 قرش، البيع 47 جنيه 64 قرش. في بنك الاسكندرية الشراء 47 جنيه 54 قرش، البيع 47 جنيه 64 قرش. ديت كانت اسعار الدولار اليوم الاثنين 10/6/2024. تابعوا معانا عشان يوصلوك كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.